فإننا نقوم بتحويل الطرح إلى جمع وأخذ معكوس العدد المطروح، أي العدد بعد إشارة الطرح نعكس إشارته. زي ما بنتذكر كان معي ألف ناقص باء بيعطيني، أو بتحول لا، ألف تبقى كما هي، الطرح بتحول لجمع، واللي وراه باخذ عكس إشارته أو معكوس العدد، يعني هو كان اسمه باء أو كان باء، فبعد ما يتحول الطرح لجمع بيصير سالب باء. تمام؟ اللي مش متذكر شو وين موقع المطروح والمطروح منه، المطروح اللي هو اللي بعد إشارة الطرح. تمام؟ اللي بعد إشارة الطرح هو اللي بتتغير إشارته. رح نيجي على الأمثلة اللي أمامي. أول مثال اللي هو 10 ناقص 7، مين يعطيني الإجابة سادس؟ ثلاث. هيك بدي أعمل ميوت للكل، شفتوا ليه بعملها؟ طيب رح أسمع مصطفى. يلا يا مصطفى. أنا مش أهلا يا عم مصطفى. هلا مثلا 10 ناقص 7، هلا مش بنخلي ناقص إشارة جمع. طيب بس ثواني مصطفى، ثواني مصطفى، اطلع مني على الأرقام، هل في داعي لإجراء الإشي اللي إحنا حكيناه؟ لأنه إحنا بنضطر نعمل عملية التحويل لما يكون من المطروح منه أصغر من المطروح. هون 10 ناقص 7 في داعي للتحويل ولا بنقدر نعرف الإجابة مباشرة مصطفى؟ مباشرة. بالضبط، شو بتعطيني يا مصطفى؟ مصطفى؟ ألو؟ أعطيني الإجابة، 10 ناقص 7 شو بتعطيني؟ 3. 3، برافو، بس بدي أسمع منك إجابة ثانية، أوكي؟ رح تجاوب لي فرع 2، لأنه الفرع الأول كان بسيط، يلا 2 وأعمل تحويلاتك اللي بدك إياها باستخدام القلم والورقة اللي جنبك، يلا. أوكي. هذا 19 ناقص 24، هذا بدك تخليها جمع، وبدك تخلي ال 24 سالب. بالضبط. فبتصير هلا ساعتها نقدر هيك نطرحها. ثانية. طب هلا لما اخلي الثاني سالب حتصير معك يا مصطفى، حتصير معك 19 زائد سالب 24. هلا بنرجع لحصتنا الماضية اللي هو صار معي عملية جمع عددين مختلفين في الإشارة، نطرح الكبير من الصغير والإشارة للأكبر بينهما. تمام؟ يلا هاي بس بدي أطرح شوي. يلا معك وقتك. هاي الثاني. طيب بينما أنت بتحسب بدي أشوف بس على الشات شو كاتبين. مش بيطلع 5؟ بيطلع سالب 5. برافو، ممتاز. اللي هن برافو يا مصطفى البطل، برافو. اللي هي إجابة مايا، رانيا، عبد الله تيريزي، برافو. ممتازين، برافو يا سادس، ممتاز. إذا زي ما جاوب لي إياها مصطفى اللي هي بتطلع معي سالب 5. فرع 3. فرع 3 يا تارا. يلا تارا تفضلي. عندنا سالب 14 ناقص 17، أول إشي من غير الإشارة زائد. تمام، 17 كاملة معي؟ سالب 17. بالضبط. سالب 14 زائد سالب 17 سالب 31. برافو يا بطلة، ممتاز. إذا حتصير معي سالب 31، لأنه السالب رح الطرح رح يتحول لجمع، إشارة ال 17 رح تصير سالبة، رح يصير معي سالب 14 زائد سالب 17 إشارتين متشابهتين رح نجمعهم والإشارة أكيد بالماينس. تمام. حسمع إجابة لها. طيب فرع 4 بدي اشوف اجابات على الشات، اوكي؟ رح اعطي دقيقه بس الاجابات على الشات لانه في شغله كنا نعملها لما يكونوا ماينسين ورا بعض. رح اشوف اجابات لفرع 4 على الشات، اوكي؟
تارا برافا، إبراهيم، رشيد، ممتاز، هدى وتارا وألاء، ممتازين، برافو برافو رانيا، بس بدي الإجابة. مايا برافو، شهد برافو، برافو مايا، ممتازة، ورانيا برافو. الناقص بتحول جمع فبيصير برافو يا دانيا، برافو برافو، حلو. هاشم برافو، لا هاشم، تمام تمام برافو، سوري، ممتاز. طيب رح نسمع اجابتها هلا من هدى. يلا يا هدى جاوبي لنا اياها مع الطريقه والقاعده اللي تعلمناها الفصل الماضي. يلا يا هدى. اوكي، اول شيء بيكون هي 8 سالب 8 ناقص 27. لا هي 8 مو لا هي 8 ناقص اوكي 8 ناقص سالب 27. هيك بنحط دائره عليهم التنتين، بنحط جمع، برافو، بعدين بتصير 8 زائد 27 يساوي 35. ممتازه جدا، برافو يا هدى. اذا الاجابه الثانيه حتكون خمس، سوري، اجابه فرع 4 راح تكون 35، اجابه فرع 5 برضه راح اشوف الاجابه على الشات. راح اعطي اقل من نص دقيقه عشان اشوف الاجابه، اوكي، عشان ما يروح وقت الحصه. شهد، هدى، برافو، مصطفى، برافو، عبد الله، برافو، هاشم، برافو. لا عبد الله الإشارة مش صح، أو كأنك كاتبها كلمة ما ركزت. رانيا ما شفت. إبراهيم، دانيا خطأ. إبراهيم رشاد، برافو. إبراهيم برافو. تارا ممتاز. رانيا أرجع بعتيها، ما شفت، مش قادرة أطلع لفوق بال. تمام، برافو رانيا، ممتاز. جوان برافو. تيرزي ممتاز. برافو رانيا، رانيا أنا بقول لك مش قادرة أطلع على الشات، كثير بتبعتي ورا بعض مسجات فما بلحق. دانيا تمام، الرقم صح بس إشارته خطأ. بدي اسمع اجابته هلا من عبد الله تيرزي. يلا عبد الله. مس 120 اها، مس طرح سالب 100، سالب 120 طرح سالب 20، تمام، مس سالبين بتحول لجمع، برافو، فمش نطرح سالب 120 من 20 بتصير سالب 100. ممتاز يا عبد الله، برافو يا عبد الله، برافو لكل اللي جاوبونا على الشات صح، ممتازين. اذا رح يكون الجواب سالب 100 لانه السالبين ورا بعض بيعملوا اشاره موجب او عمليه جمع. سالب 120 زائد 20 اشارتين مختلفين، عمليه طرح والاشاره للاكبر بينهما. 6 إبراهيم رشيد، برافو. سارة ممتاز. رانيا ممتاز. هاشم ممتاز. جوان الإشارة خطأ. هاشم الإشارة خطأ، سوري، هاشم الإشارة خطأ بس الرقم صح. آلاء ممتازة. هدى خطأ. مصطفى برافو. جوان ممتاز. تمام، أوكي. يعني في اجابات خطا بالاشاره وفي عاملين عمليه جمع، حتى لو جمع ما بيطلع هيك الرقم. شو اللي عاملين 19 كيف اجى الرقم؟ يعني لا انتم طارحين ولا جامعين، ايش عاملين؟
أدان الإشارة خطأ، الرقم صح. هدى كيف طلع سالب 19 يا هدى؟ كيف؟ طيب مين حابب يجاوبنا السؤال مع شرح؟ طيب عبد الله وألاء، يلا ألاء ترونا. أوكي مس هلا أول إشي رح نحول إشارة الطرح لجمع. تمام. رح يصير 27 حتصير سالب 27. ممتاز، يعني حتصير 17 زائد سالب 27. شو رح نعمل؟ رح نحط أول إشي بالناتج إشارة الأكبر سالب. ممتاز. و27 ناقص 17 10، فيعني الجواب سالب 10. برافو يا ألاء، بطلة، برافو. إذا الجواب بسالب 10 يا هدى، أوكي؟ 17 سوري 7. يلا فرع 7. مايا برافو، إبراهيم برافو، رانيا برافو، ممتازين. هدى حتى لو جمعتي بيطلع مش صح. برافو تارا. هاشم خطأ، لا ما بيطلع هيك الرقم هاشم. شهد اوكي. لا تمام. اوكي ماشي هدى تمام. مصطفى برافو. تانية لا. هدى لا. عبد الله ترزي خطأ، ركزي عبد الله. جوان برافو. مايا فرع 8. برافو مايا، ممتازة. برافو يا مايا، رائعة. اوكي طيب بدي اسمع حدا بس يساعدني بفرع 7 مع شرح. اي حدا عامل ريز هاند؟ اي حدا؟ نور، اهلا نور. نور الحصة الماضية احنا راجعنا عمليات الجمع للاعداد الصحيحة، واليوم درسنا كان عن عمليات الطرح. لا رانيا خطأ الفرع الاخير، هدى خطأ الفرع الاخير. جوان لا. ركزوا يا سادس، يعني مايا الوحيد اللي جاوبت لي صح لهلا. لا مش متذكرة ايش جوابك مايا كان، ارجع ابعثي لي اجابة 8. مايا ارجع ابعثي لي اجابة 8.
يلا هاشم، راح اسمع هاشم لفرع 7. مس، يلا هاشم تفضل. مس سالب 9 ماينس سالب 8. اها، السالب مع السالب بصيروا جمع. برافو. سالب 9 زائد 8 مس السالب مع الموجب بنطرح فبصير 1 سالب. برافو. زائد 12 بتصير 11. ممتاز يا هاشم، هذا الغلط اللي كان عندي مس، حطتها 1 موجب بدل سالب، صح؟ بالضبط، فطلع معك لهيك 13. برافو يا هاشم، ممتاز. طيب اللي بعتوا لي اجابه 8 ما رجعت بعتيها، ما بعرف، بدي ارجع اشوف اجابات 8. طيب ابراهيم صح، شهد ابراهيم صح 8، هدى صح، تارة صح 8، مصطفى لا جواب 8 هيك خطا. مايا ارجع بعتي لي اجابه 8، رانيا ارجع بعتي لي اجابه 8. لا رانيا ركزي شوي، لا مايا ركزي، ما ينتبهي انه في ماينس برا القوس، في ماينس برا القوس والجواب جوا القوس رح يكون ماينس، فرح يصير شغله. برافو عبد الله، ترزي برافو. اللي بعتين ال 32 انتم مفكرين انه ال 6 انه ال 16 26، ركزوا شوي. راني حكيت اجابتك صح انت. بدي عبد الله الترزي يجاوب لي اياها. عبد الله، يلا عبد الله مع شرح عبد الله، سوري اتفضل. بس اول شيء بنعمل اللي بالاقواس سالب 11. بس ثواني سادس الكل يركز مع عبد الله، والقلم والورقة بإيديكم لو سمحتوا. يلا عبد الله بالترتيب خطوة بخطوة. بس نبدأ من الأقواس. تمام. سالب 11 طرح سالب 5. أها. مس يساوي سالب 6. تمام، لأنه عندي الماينسين اللي ورا بعض بيصيروا موجب، حتصير سالب 11 زائد 5 رح تعطيني سالب 6 جوا القوس. أوكي، الخطوة اللي بعديها. مس بعدين بصيروا سالب وسالب جنب بعض. بالضبط، بتصير 16 بتصير 16 سالب 6. بتصير 16 ناقص سالب 6 16 زائد 6 يساوي 22. 22، برافو يا عبد الله. إذن إجابة 7 11، إجابة 8 22. حدا عنده مشكلة بفرع 8؟ طب عشان وقت الحصة ما ياخذنا ضايل كثير وقت، رح ننتقل للسؤال اللي معي هون، بدي اسمع اجابة منكم. عددان صحيحان حاصل طرحهما سالب 12، إذا كان العدد الأول 8 شو العدد الثاني؟ ترزي ممتاز، برافو. هاشم لا، هاشم ال الإشارة خطأ هاشم، لأن أنا بحكي لك حاصل طرحهما. إبراهيم شهد لا، الإشارة لا. إبراهيم برافو. شهد شهد، انا حكي لك انه حاصل طرحهما، يعني في اشاره ماينس اصلا بالسؤال. هاشم هيك تمام. جوان برافو. شهد بالإشارة. جوان برافو. دانيا لا.
مصطفى لا الإشارة خطأ، لا الإشارة خطأ. سارة، ترى الرقم اللي معي سالب 12، بدي أجمع له عدد عشان سوري 8، بدي أجمع له عدد عشان يكون الجواب سالب 12. رانيا ممتازة، برافو رانيا. مصطفى هيك تمام، برافو. برافو يا مصطفى. بدي أسمع رانيا شرح السؤال هذا. يلا رانيا، رانيا تشرحي لنا السؤال، تفضلي رانيا. اوكي. مس هلا سالب 12، هلا اللي هنحط، انا حطيتها على الدفتر اللي عندي. زي اللي مفتوحه بهاي الطريقه صح؟ ايوه بالضبط. تمام. كان انه جماعة 8 زائد 12 حلو، وطلعت 20 وحطيت هالإشارة موجبة. برافو، لأنه أنا بدي بالكف اللي على اليمين عملية طرحهم فبقوم جمعهم. برافو يا رانيا. إذا الإجابة زي ما بعتتولي اللي هي 20. أوكي، حدا عنده إشي مش مفهوم على هذا الفرع؟ طيب كيف سالب هدى؟ هدى هو مش سالب، أنا حكيها لك حاصل طرحهما، يعني في عملية طرح في الموضوع، 8 ناقص شغلة بتعطيني سالب 12. فالرقم اللي لازم يكون هون لازم يكون إشارته بالموجب عشان ما يروح للسالب، لأنه في سالب بالجواب. تمام هدى؟ بعيدها مرة تانية، لازم يكون الرقم اللي معي هون، سوري، لازم يكون الرقم اللي معي هون إشارته بالموجب عشان ما يروح للسالب تبع الطرح، لأنه بدي إياه للإشارة. هو إذا كان هون عدد سالب، حطينا هون سالب 20، رح تصير 8 ناقص سالب 20، يعني حتصير 8 زائد 20. تمام؟ حدا عنده أي سؤال على هذا الفرع قبل ما ننتقل للفرع الأخير؟ ألا ألا طرانة، أوكي. تفضلي ألا سؤالك. مثلا السؤال هو مثلا إذا العشرين إشارتها موجب، كيف أخذ 12 إشارة السالب؟ ما هو مش الطرح بدي يصير جمع، بدي أعكس إشارة اللي وراه. أوكي تمام، هي 8 ناقص 20 فحتصير 8 زائد سالب 20 وبنطرح. تمام. أوكي طيب ننتقل ل لا برافو جوان، مبلا كل اسئله اجاباتك صح. اوكي يا جوان، طيب تساعدوني بالفرع الاخير، بده شويه تركيز قبل ما تنتهي وقت الحصه، اظن انه انتهى بس رح نكمل هذا السؤال. طيب معي الاسئله الاتيه، 7 ناقص عدد رح يعطيني 12، شو الرقم اللي معي هون؟ 7 ناقص شو الرقم عشان يعطيني 12؟ رح اشوف الاجابات على تشات. اوكي برافو تارا، ممتازة. لا تيرزي خطأ، خطأ يا تيرزي. تارا برافو. مصطفى رائع، ممتاز ممتاز. رانيا، إبراهيم إرشاد برافو. يلا مايا بدي أشوف إجابات. نور برافو نور. تارا، ألا، شهد، ترزي هيك تمام، شهد لا، مايا برافو، هدى لا، طيب بدي سريعا حدا يجاوب لي يا سادس. حدا حابب يجاوبه سادس؟ ابراهيم ارشاد، يلا يا ابراهيم بس سريعا. ابراهيم الاول. يلا الاول سريعا مع شرح سريع. شو اسمه؟ 7 ناقص سالب
شو اسمه سالب 5. تمام، اللي هو اختار إبراهيم يحط إشارة سالبة لأنه الناتج ما فيه إشارة سالبة، فبدنا نروح السالب بتاعت الطرح، فحطينا إشارة سالب 7 ناقص سالب 5، السالبين هذول بيصيروا جمع وخلص. ممتاز ممتاز. إجابة فرع 2 مصطفى، نور، يلا يا نور. أمس يلا يا نور اتفضلي. فرع 2 سالب 3 ناقص شغلة رح يعطيني 17. أوكي كل العدد مثلا هذا الموضوع كثير ناسيته، أنا ما كنتش معكم الحصة الماضية، مش أنتوا حكيتوا اللي قبلها صح؟ هاي أول حصة بتدخلي معنا نور صح؟ لا الأول الأولى دخلتها بس إنه اللي بالتاني واحدة. طيب نور فكري بأربعة، بدي أرجع أسمع إجابتك لأربعة. أوكي فكري بأربعة. تمام. طيب رح أسمع حدا تاني، أنا مش شايفة حدا عمل ريز هاند. يلا تارا. يلا يلا تارا فرع 2 سريعا. سالب 3 ناقص إشي يساوي 17. أها. هو الجواب 20. برافو 20. شو لازم تكون إشارتها تارا؟ 20 سالب. برافو. ليش؟ عشان أروح الماينس فيكون العدد الموجب إشارته أكبر، أو العدد الموجب اللي هو حيكون أكبر من الثلاث. إذن حيكون معي زي ما حكت لي تارا الإجابة. لا سوري هون خطأ، في إشي خطأ ثواني. الإجابة رح تكون اللي هي سالب 20. طيب فرع 2 إجابتها سالب 20. فرع 3 حنجوزنا وقت الحصة لازم ننهي هلأ، بس حنجاوب آخر فرع. نور صار عندك إجابة لفرع 4؟ طيب رانيا تجاوبينا فرع 4. يلا رانيا. آمس يلا. هلأ فرع 4 اللي هو 13 ناقص فراغ يساوي سالب 9، هيكون 13 ناقص 22 لأنه ال 22 هتصير الناقص هتصير زائد والسالب هتصير سالب. ممتاز برافو. إذا فرع 4 إجابته رح تكون 22. فرع 2 إجابته 20. أوكي بس مش ضابط معي أعد الرقم. إذا فرع 2 إجابته رح تكون 20، وفرع 3 25 ناقص رقم رح تساوي 5. هاي إجابتها مباشرة على فكرة، 25 بدي أطرح منها رقم عشان تعطيني 5 اللي هو 25 ناقص 20. تمام، هيك بتكون أنهينا حصتنا لليوم سادس. بكرة رح يكون موضوعنا عن الضرب والقسمة للأعداد الصحيحة. تمام، بشوفكم الحصة الجاي سادس. إلى اللقاء.